نروح للولايات المتحدة الأمريكية، نشوف النهاردة أصداء أول جرعة من لقاح فايزر. يا ترى الأمريكان إزاي بينظروا لها، وخصوصا الأطباء والمتخصصين؟ برحب بضيفنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية. دكتور أسامة، أسعد الله مساءكم. أهلا يا أستاذ عمر، مساء ازاي الخير. حضرتك؟ الله يسلمك. طيب الحمد لله، الصوت كده كويس. دكتور أسامة، مبروك، اللقاح وصل الولايات المتحدة الأمريكية، أو خلاص يعني تمت الشحنات، وأول مواطنة خلاص خدت النهاردة الجرعة. هل دكتور أسامة حمدي لو توفر أمامه إن هو ياخد مصل أو فاكسين فايزر هياخده؟ طبعا ليه؟ طبعا، واكون اول واحد. احنا خلاص يمكن اتحدد الاسبوع الجاي تقريبا كل المستشفى بتاعتنا هتاخد الفاكسين. كل المستشفى الأسبوع الجاي اها ده في هارفارد، ايوه ان شاء الله كلها. معنى كده إن في معامل أمان بنسبة لا تقل عن 100%، مفيش مجال للمخاطرة. هو يعني طبعا انت خلي بالك، الموافقه اللي تمت دي موافقه طارئه. مظبوط، الموافقه النهائيه ان شاء الله هتكون في ابريل الجاي، بعد ما يتم حوالي 6 شهور من استخدام اللقاح. لكن احب اطمن حاجه، ان معظم الاعراض الجانبيه بتظهر في الاسابيع الاولى. اللقاح جرب على شهر، طبعا بالنسبه للناس اللي خدته في البدايه يبقى جرب على فتره حوالي 6 شهور. معدل الامان عالي جدا، لان هو الاعراض الجانبيه كلها طيب واضح، واضح ان احنا واضح، واضح ان اثناء الشبكه عندك التجربه، دكتور اسامه يعني لا في تتعدى بوسطن الام. ضعيفه ولا ايه؟ ان انت عندكم في بوسطن ضعيف. والله انا سامعك كويس، اتفضل يا فندم. ما يبقى اعرفش انت عندنا احنا سامعني بقى، ولا لا. يبقى عندنا احنا، اتفضل. هو يعني الاعراض الجانبيه كلها اعراض بسيطه، زي الم في الدراع، بعض ارتفاع في درجه الحراره، يمكن صداع، الام في الجسم، دي كلها لا تتعدى يوم او يومين بالكثير وبتختفي. فيعني كلها حاجات بسيطه، ما فيش عرض ظهر في الابحاث اللي اتعرضت وتوافق عليها منظمه الغذاء والدواء الامريكيه تشير إلى حاجة في خطيرة، يعني يمكن توقف استخدامه. طيب حضرتك شايف ازاي النوع او التكنولوجي او التقنيه الثانيه للتطعيمات زي الموجوده في التطعيم الصيني اللي هو ساينوفاك، اللي احنا كمصر اجزناه واستلمنا اول شحنه، وكذلك الامارات العربيه المتحده والبحرين، ومن قبلنا كانت الصين، وكان معانا دكتور علي الوعري من مدينه ووهان، وحتى اتكلم ازاي ان ده بيستخدم في الصين بشكل كبير جدا. يعني حضرتك شايف ازاي التقنيه بتاعت ساينوفاك او المصل الصيني المتوفر في مصر حاليا؟ والله شوف، التقنيات بتاعت انتاج الامصال بتتطور بشكل كبير. اللقاحات الصينيه اللي هي من ساينوفاك ومن سينوفاك ومن سينوفارم، دي كلها بتتبع معظمها المدرسه التقليديه الاولى لانتاج اللقاحات. يعني سينوفارم وسينوفاك الاثنين بيعملوا لقاحات بطريقه مستخدمه من سنه 1930. دي الطريقه العاديه، اللي هو ان انت تاخد الفيروس نفسه وتضعف الفيروس بماده اسمها بيتا بروبيو لاكتون، ولما تضعفه تحقنه فيبقى الفيروس كامل والجسم يبدا يدي مناعه. كويس. وكان في يعني نوع من نقدر نقول الاحتياطات من الجانب الامريكي او الجانب الاوروبي على هذه الطريقه، لان هذه الطريقه فشلت في ان هي تؤدي الى لقاح امن مع الفيروسين الكورونا اللي قبل كده، اللي هو سارز وميرز. وكان في مشكله في طريقه تكوين هذه اللقاحات بهذا الاسلوب باك سنه 1960، كانوا حاولوا طيب ان هم يعملوا لقاح لبعض امراض الجهاز التنفسي للاطفال، وكانت النتيجه ان عمل مشكله كبيره. ولكن لكن دلوقتي الشركات الصينيه
عملت التجارب اللي هي الاولى، اللي هي المرحله الاولى والمرحله الثانيه. أمم والمرحله الاولى والمرحله الثانيه للاطمئنان على الامان، ما يحصلش المشكله اللي حصلت مع سارز وميرز أمم على حيوانات تجارب. فوجدوا ان اللقاح امن، أيوه واتنشرت الابحاث بتاعتهم وقتها في مجله كبيره جدا اللي هي جاما في 13 اغسطس اللي فات. انا قريت البحث بالكامل، كويس وواضح ان هم جربوا عده جرعات، وجربوا لفترات مختلفه، وجربوا جرعتين، وجربوا 3 جرعات، وجربوا مسافه بين الجرعتين اسبوعين، وجربوا 3 اسابيع عشان يقدروا يوصلوا للنتيجه الجيده اللي ممكن هذا اللقاح يؤدي النتيجه اللي هو عايزها. اللي كان فاضل ان هو يتعمل المرحله الثالثه، وهم لان كان لو تتذكر سيادتك ان هم لما بداوا الابحاث كانت عدد الحالات في الصين قل جدا، لان حقيقي الصين عملت احتياطات جيده جدا، فبداوا يخرجوا بره الصين ويعملوا اختبارات المرحله الثالثه واحنا في شاركنا فيها في 14 مصر، دوله. نعم احنا في مصر شاركنا في الابحاث بتاعتها. ايوه طبعا، 45 الف منهم اتعملوا في الامارات ومصر والاردن، فيعني اتعمل عدد، وفي المغرب كمان اتعمل حوالي 600 حاله، انما ككل حوالي 120 حاله اتعملت. الصين طبعا هم 120 ألف. كانوا يعني اجريسيف شويه، يعني قالوا ايه؟ قالوا احنا ممكن نطعم ناس خارج الدراسه. يعني لو بداوا في اكتوبر مثلا اللي فات يبداوا يطعموا ناس في الصين بي، يعني في اكتوبر بداوا. وهو لقاح يعني وده اللي قاله ضيفنا انتج من بدايته وهان، من فتره طويله. ان هم ادوا للدبلوماسيين نعم بتوعهم اللي بيسافروا، ادوا للطلبه الصينيين اللي بيسافروا، ادوا للحالات الحرجه ايوه طبعا وللاطباء. طبعا طبعا. انت تعرف اول حاله اتعطى لها اللقاح امتى؟ انت يمكن ما تصدقش، اتفضل. في 29 فبراير اللي فات. ياه 29 ده فبراير احنا كنا لسه اللي بادئين هو نسمع عن كورونا. ده هو دكتور شينوي اللي هو كان المخ ورا لقاح الايبولا. وقف، هو جنرال في الجيش الصيني وطبيب خبير في الفيروسات، وشمر عن ايده وخد هو اللقاح يعني اذا الصين عشان من يوري شهر للناس. فبراير كان لديها اللقاح من ايوه اول ما بالظبط ظهر بالظبط الفيروس.